الأهلي، أستاذ خليل البلوشي المعلق الرياضي الكبير برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي أهلا بيك في مصر وأهلا بيك في جدران البيت الكبير بيت النادي الأهلي وإحنا يعني في الخلفية بتاعتنا استادي تيتش آه سعيد جدا أول شيء أرحب آه فيك بكل متابعين قناة النادي الأهلي آه شعور إنك تتواجد في مصر هذا بحد ذاته شعور يعني يدعو للفخر والفرح فما بالك وانت تتواجد في قلب آه القاهره وفي هذا المكان الجميل جدا حقيقه انا سعيد جدا بالتواجد في آه النادي الاهلي سعيد جدا بالتواجد مع اصحابي مع اخواني في النادي سعيد جدا باني اليوم انا داخل واحد من اعظم كيانات العالم على مستوى كرة القدم وحتى خارج نطاق كرة القدم نادي كمؤسسة متكاملة جدا اللي أشوفه اليوم شيء يدعو للفخر حقيقة ويحسسنا احنا كعرب يعني مو بس يعني كمحبين ومشجعين للنادي الأهلي أنا أتكلم عن كل الجماهير العربية أنك تتواجد في هذا المكان شيء فعلا يدعو للفخر والله شوف انا انا اقول اليوم احنا في في وسط كيان متكامل سواء على مستوى الرياضه او على المستوى المجتمعي من يدخل الى النادي الاهلي يدرك ذلك حقيقه كل زائر للنادي الاهلي ممكن ان يكتشف هذا الامر من خلال ما يراه من في 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 كل المرافق اللي موجوده اللي تخدم كل فئات المجتمع ان اليوم احنا امام يعني اعظم الانديه العربيه وهذا امر مفروغ منه اليوم احنا امام فريق على بعد خطوتين من تحقيق انجاز يجعل اكبر انديه العالم على مستوى الالقاب القاريه وقريب جدا حقيقه من 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 هذا الموضوع الاهلي بحاجه الى بطولتين لان يصبح معادلا الرقم القياسي المسجل على مستوى الانجازات والالقاب الخارجيه أه وهو قادر ممكن ممكن الاهلي ما في شيء مستحيل يعني في قاموس النادي الاهلي ممكن يعملها في سنه يعني هي كاس عالم وبطوله افريقيا وكاس السوبر وتصبح الالقاب 27 يعني. انا دائما أه يعني في في مواقف مؤثره في مسيره المعلق الرياضي ومن المواقف اللي راح تبقى عالقه في ذاكره ال خليل البلوشي هي لحظة تسجيل أجاية للهدف دائما أتذكر بأن الأهلي كان في موقف صعب جدا على مستوى دوري المجموعات وكان حتى في وضعيه صعبه جدا على المستوى المحلي. انا كان عندي احساس ان الهدف هذا ممكن انه يغير بشكل كامل من مسيره النادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا. وفعليا هذا اللي صار. اليوم انا سعيد جدا ان الجماهير الاهليه الجماهير الاهلاويه العباره هذه كانت مصدر تفاؤل لهم، وسعيد جدا بالاخبار اللي اسمعها ان حتى لاعبين النادي الاهلي يعني استمدوا قوتهم من خلال هذه العباره واعلنوا فعليا انهم قادرين على تحقيق اللقب وهذا اللي صار واي لقب يعني كان نهائي القرن على حساب الزمالك انا اقول الاهلي ما يتركش تار لازم ياخذ بتار عندنا محطه اولى امام مونتيري المكسيكي وفوز بلقب كاس السوبر كان محفز جدا بالنسبه عايز اقاطع حضرتك واتكلمت بروح وقلب الاهلاوي الكلمه دي ان الاهلي ما يسيبش طاره <applause> ما يسيبش ما يسيبش لان احنا تعودنا خلال السنوات اللي فاتت ان الاهلي ما يسيبش طاره حتى اول ما, ما جت القرعه يعني ممكن اي نادي اخر يتضايق شوي لو 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 طاح مع مونتيري، لكن انا عاد شايف ان الجماهير الاهلاويه فرحانه بمواجهه مونتيري المكسيكي، هذا الاحساس ينتقل الى اللاعبين ان احنا لازم ان في يوم من الايام ناخذ وجت الفرصه جت الفرصه آه الاهلي رابع العالم، الاهلي ثالث العالم، اليوم الاهلي امام فرصه لان يكون ايضا في المباراه النهائيه. وما في شيء مستحيل في عالم كرة القدم. أنا قلت ممكن الأهلي يعملها في سنة واحدة يعني ويتجاوز ريال مدريد على مستوى الألقاب القارية. وهذا هذه هذه رسالة أنا أوجهها حقيقة يعني اليوم الأهلي مش للأهلاوية والأهلي مش للمصريين بس، الأهلي لينا احنا كلنا كعرب. كلنا كعرب لما نتحقق انجاز مثل هذا كلنا كعرب راح نفتخر بهذا الانجاز والاهلي قادر ان شاء الله انه يوصل ويحقق نتيجه افضل من مشاركاته السابقه مجرد المشاركه في كاس العالم ترى صار امر عادي بالنسبه للاهلاوي يعني ما عادش هو الامر اللي يدعوهم للاحتفال او ان هذا يعتبر انجاز هم وصلوا لنصف النهائي وصلوا للمركز الثالث اليوم لاعبين مطالبين بتحقيق انجاز افضل للمشاركات السابقه هذا الامر الوحيد اللي يفرح الاهلاويه ان الأهل يوصل النهائي